كافيين معكم عالم الصباح، رح نروح على المطبخ مع شيف عبد الله ونشوف تحضيرات اليوم. صباح الخير عن جديد اعزائنا المشاهدين، اول وقفه لفقره رشه ملح. شو حنعمل اليوم؟ حنعمل ثلاث وصفات، حنعمل البرازق بطريقه بيتوتيه، بطريقه سهله بالبيت، هي واحد. اثنين، حنعمل سمبوسك اللوز الحلو اللي اجلناه من هداك الاحد، حنعملها اليوم. وكمان حنعمل جيلو بنكهة شرقية أو بنكهة عربية مع المكسرات من النشا، أوكي؟ أما ترويقتنا شو حنعمل؟ عندي أنا عجين، طحين، رشة ملح، شوية خميرة ومي، لا أكثر ولا أقل، عجين أنت منقيش. شو بدي أعمل فيها؟ حأكتفي انه مجرد ما افتحها بهالطريقه زمر الفرن. حنعطيها دقيقتين وهيك بورجيكم كيف ترويقتنا حتصير. لكن بهالطريقه مد العجينه شو بعمل؟ باخد الجبنة، تاخدوا خليط اللي بدكم اياه، يمكن تفرموا معها سلامي، يمكن تفرموا معها تركي، اللي بدكم اياه. بهالطريقة هيك، وبسكر الميلتين وبجيبها لهون. شو عم بعمل؟ عندي من الزبدة، فيكم شوية زيت كمان، ما في مشكلة. بهالطريقة، وبناخد من السمسمات اللي بدنا نشتغل فيهم البرازق. هيدي بالنسبة للترويقة. كيف صارت ترويقتنا؟ أصابع الجبنة صاروا جاهزين، الصينية الثانية بدها بعد شوية وقت. بنفس الوقت عندي للجلو العربي اللي بدي أعمله، عندي من الفستق ومن اللوز اللي سلقتهم. لكن عندي فستق ولوز، هلا حبردهم واكيد بدي اقشرهم. اما ترويقتنا بدنا نقدمها، ناخذ بهالطريقه اصابع الجبنه ترويقة ولا أطيب. أما البرازق اليوم نحن ما حنستعمل زبدة، فيكن تستعملوا زبدة، حنستعمل السمن لأنه هو البرازق أكل مثل ما بنعرف سورية، حنستعمل سمن حموي للبرازق وحنستعمل الطحين، حورجيكم الطريقة كيف حتكون. وهيك إذا بتشوفوا من جوا الجبنة كيف عنا ترويقة ولا أطيب. خليني أشوف البالفرن، البالفرن كمان صاروا جاهزين. نفس الوقت عندي القطر صار جاهز، طفيت تحته أنا لأنه القطر بدي استعمله مع السمسم تاع البرازق، القطر بدي استعمله مع السمبوسك المقلية الحلوة لما تنقلها نرجع نغطسها بالقطر. لكن القطر حكينا عنه، القلوبات حبردها بشوية مي أنا أرجع. السمبوسك الحلوة اليوم ما حنستعمل عجينة، حنستعمل عجينة سمبوسك جاهزة، مش عجينة السمبوسك اللي بنعمل فيها اللحمة لتعطينا شوية حلاوة. شو حنعمل؟ حنعمل لوز، زعفران، هيل، قرفة، شو بعد في؟ سكر، بعد في برش جوز الهند، كل هيدول المكونات حينضربوا على المكنة، نعمل منهم عجينة اسمها عجينة اللوز، نقدر نمدها بالسمبوسك ونقليها ونرجع نغطسها بالقطر ونحط على وجهها شوي من الفستق الحلبي. هيدي الخبريات كلها ثلاث وصفات حتصير تباعا. تاني وقفة نحن لقلنا حنعمل نبلش نحضر الجلو تاع النشا او الجلو الشرقي بنكهه شرقيه لانه بده وقت،
وبنختم فيه بنرجع مع البرازي ومع السمبوسك اللوز. هلا كلنا بنرجع لعند رولا ولعند عامر وبرجع بشوفكم انا بعد شوي. تاني وقفة مش رح تصير والختام مش رح يصير اذا ما في صحن رح يصير جاهز من هلا لعشر دقائق. هلا بنجيبه على الهواء دغري هيك إيه؟ شو رايك؟ مش غلط على فكرة. لا بس انه يلا والله؟ ايه بس شو بيعملوا فينا؟ كل هالعالم لارين هاي نتالي هاي علي هاي صباحو عامر شو؟ شو؟ فينا؟ طيب ماشي هخلي لك قطعتين طيب اوعى اثنين؟ ايه اثنين بس بزيادة يلا هيك لنص منقوشة اليوم بس انا بس يعني بنقلع لا ما تعتلي هم في منيح ثانك يو لك على كل حال اوكي ثانك يو لك رح وصل صار حاضر معنا عامر مثل ما شفته خلينا نحكي شوية تكنولوجيا بأينو بونجور عم جهز نفسي ل الحديث معك ليش خليتي محل التكنولوجيا اصلا؟ خليتي محل لا بالعكس يعني بين الجبنه والمنقوشه ما عاد في حال بقى للتكنولوجيا صباح الخير كيفك؟ منيح وانت؟ تمام شو معك تليفون؟ انا ما بغير تليفون بس ضروري اقول ماركة على الهواء؟ لا بدالك تحكي ماركتها لو وقفت على هيك؟ ايه نوكيا اوكي طيب بس حتى نعرف انا عندي علاقه غراميه طويله في نوكيا؟ طيب الله خليكم لبعض بس ما عاد في نوكيا بقى اكزاكتلي يعني خلص يعني خلص انت لازم تتطور لغير محل طيب ماشي يعني بنصحك باللي اخذته من فتره ما كثير فان ما كثير بلا ما نقول فاذا هلا لازم حكي الحال عنا ثلاث نيوز ما هلا اول خبريه يمكن بتصب باللي عم نحكيه هلا اوكي انه ما عاد في بقى يعني ما عاد في بقى ضروره لهدول التليفونات كلياتهم لانه في ابتكار جديد نزل اللي اسمه نو فون هو عباره عن تليفون بس منه تليفون ما نركز شارب قهوتك الصبح لا عم فكر بالجبنه مفهوم حر ايه ليك شباب عم ياكلوا ورا الكاميرا ما عم ركز والله عيب وحيد الله احترام بس حكي الحال ف نو فون هو تليفون بس منه تليفون يعني عم جرب ركز اوكي راح اشرح لك عم نشوفها كل حال صورته هلا مع المشاهدين على الهواء هو عباره عن تليفون بس بيعمل شغله وحده انه بيطلب رقم وبتحكي مع الشخص اللي بدك تحكي معه وبس ما اكثر من هيك ف والمهضوم بالموضوع انه بلشوا ياخذوا عليه بري اوردرز يعني بلشوا يطلبوه العالم اوف لا بس سؤال بيطرح نفسه يعني انه تليفون بس بيطلب يعني مثل تليفون البيت بس انه لا سوري بهالايام تليفون البيت صار في بقلبه امور ادفانس اكثر اكزاكتلي بس انه ما بيعمل شيء غير بيتصل شغلته بس مسجز لا 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 شغلته تفوت فيسبوك تفوت لا ما هو بالاساس تليفون بالاساس لا بالاساس شلنا السمارت فون شلنا ميزه السمارت فون منه اوكي يعني هيدا اذا بدك اساس في عندنا نحن تليفونات بالسوق موجودين كمان يعني عم نحكي بالاحرى ما في غيرهم هن من نوكيا مثلا إيه؟ اللي هن التليفونات اللي بيكون حقهم بين ال 20 وال 40 دولار مثلا يعني الماركه الوحيده اللي بتعملهم هي نوكيا هدول التليفونات صاروا بمرحله من المراحل قريبين كثير من السمارت فون إيه؟ مع انه حقهم 20 و 30 و 40 دولار او 50 دولار بطاريتهم بتضاين 10 ايام الشاشه تاعيتهم صغيره بقلبهم زرار منهم تاتش سكرين صح. بس قربوا شوي بمرحله من المراحل من السمارت فون بطريقه اداره المسجز او اداره الكونتاكتس او الخ الخ من الامور هيدي لا بس ما عندهم قصص متقدمه بس منحصرين بالمسجز يعني في مسجز في كذا شغله في 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 خليني بظبط شوي الميكرو تفضل وقت كله لألك مش الحال هيك منيح رضيانين يا جماعه مشغولين عم ياكلوا خاصه مشكورين ف النو فون ما بيعمل شيء من هالامور الا بس الاتصال اوكي والمبدا اذا بده يركزوا على هالموضوع هيدا بطاريه هذا التليفون عم تحكي اكثر من يعني لو حكيت عليه بده تضاين اكثر من 15 يوم او 15 ل 20 يوم فهذا التليفون بس للاتصال حلم هيدا بس منه سمارت فون اوكي بس انه حلم تضاينك بطاريه يعني بالنهايه اهم شيء انك ما تنقطع من بطاريتك اذا حدا بده يتواصل معك يعني هذا ممكن يركب لفوت على فيسبوك شوف هذا ممكن يركب على السيارات ممكن نحن في عندنا برا بامريكا مثلا
عندك سيارات تجي مع تليفون منه وفيها مش للاستعمال اليومي، لاستعمال الطوارئ، في حال تعطلت السيارة، في حال انقطعت، في حال سرقة، في حال أي شيء. فهيدول التليفونات ممكن يحلوا محل هاي الأجهزة، أو ممكن يصيروا ضمن صلب حياتنا اليوميه للاشخاص اللي ما بدهم اكثر. بدي اسالك انا، مين الاشخاص اللي بتحس انه ما بعرف، بس الخبر اللي كان نازل رولا صراحه انا كنت عم اتعمق بالسيرش على الموضوع، عم بيتاكد يعني كذا جهه صارت متاكده انه صار في اكثر من 3000 طلبيه لهالتليفون. واو، يعني اذا في 3000 شخص مستعدين يحملوا هذا التليفون حيكتروا اكيد. اكيد طبيعه الحال يعني. اكيد مش غلط، حلوه كثير خبريتك. ننطرها لتصير حقيقة وتصير بلبنان. انا بشك يكون في لبناني بيجيب وانا هيك بشك معي كمان، بس لانه ابدا مش بس ممكن حيشك الثلاثه ببعض ويعملوها فينا الضرب بيشتروه. انا بقول لك بتصير كيف؟ انه باللبناني بيشتري له هالتليفون بس بيكون في حده تليفون ثاني سمارت فون. انا كمان بشك بهالخبريه. لا، لانه كل اللبنانيين بيحملوا اثنين سمارت فونز. قلت لك كان في واحد ثالث من هيدا اذا زبطت. يعني اذا في حدا اخده في اثنين سمارت فونز وواحد منه نو صاروا ثلاثه يعني. مزبوط، ناقصنا نحن بعد الحمد لله نعمل كريم. طيب الخبر الثاني خبر انا بالنسبه لي بيعني لي كثير، يعني انا من الاشخاص يلي كثير بيطلعوا على مسيره ستيف جوبز بشغف وبحب وباحترام. ما بتاخذ له بس تليفونه، ما بتمسك له التليفون. يمكن ما وقفت على التليفون، بس انا كل شيء بستعمله هو ابل، يعني كمبيوتري ابل والايبود عندي ابل، يعني يمكن بكل شيء انا ابل من عدا التليفون. من عدا التليفون. بس رولا بغير انا، يعني بحمل انا كذا تليفون، في تليفون ثابت وفي كذا تليفون ثاني بغيرهم لنكون عم جربهم. صحيح. بس كمبيوتر ما بغير. اوكي، يعني دائما الابل يعني. ما هيدي هي، فدائما عندي شغف ب البرودكتس اللي بيصنعهم. نعم. اللي ما بيعرفوا العالم رولا عن ستيف جوبز انه ما بس عمل كمبيوترز، يعني ما بس صمم كمبيوتر. ستيف جوبز عنده تصاميم كثيره ضمن شركه ابل ما خاصه بالكمبيوتر. مره بالحلقات راجعنا اعماله، اعمال عاملها ستيف جوبز ما خاصه بالكمبيوتر. اوكي. اليوم بعد رحيله لستيف جوبز ما زال عم يكسب براءات اختراع. اف، يعني عم نحكي حتى بعد ما توفى بعده عم يطلع براءات اختراع عم تثبت. نحن بنقول pending patent، ومرحله الباتنت بتكون عم ينشغل عليها وبتتاكد، يعني مرحله طويله. يعني هو عطى الفكره وكان بس عم يجربه. مش بس عطى الفكره، بمراحل معينه عطى الفكره ورسمها وعمل لها الخرائط اللازمه. هيدي مرحله، وفي بعض الامور الثانيه تنفذت. اوكي. وحده من براءات الاختراع يلي باسم هلا طلعت ريسنتلي باسم ستيف جوبز، هلا حنشوفها مع المشاهدين، هي الكيوب. اوكي. الكيوب يلي هو الديزاين تبع المحل تبع ابل ستور، هلا عم نشوفه مع المشاهدين. هون منه تكنولوجي، هذا رسم هندسي، بناء هندسي. ف هذا الكيوب يلي هو المحل تبع ابل يلي هو معمول من ازاز واللي هو على شكل كيوب وبقلبه وترانسبيرنت شفاف، وهو يعني كل الاشخاص يلي زاروا الولايات المتحده شافوا هذا. هذا من ابتكار ستيف جوبز؟ نعم. واو. وبراءه الاختراع له هلا طلعت. شو حلو. يعني ما عاد في حدا يقلده، ما حد في يعمل مثله. يعمل مثله. لانه هذا الكونسبت لابل واللي شاغل عليه ستيف جوبز. واحدة من الامور اللي شاغلين عليها بابل بوقت ستيف جوبز هي فلاسك تبع المي او تبع اي شيء عصير بدك ازاز، عاملين ديزاين له، يعني في عنده ديزاينات، في عنده اله حاسبه، في عنده طاولات، في عنده بكل معنى الكلمه عنده طاوله معمول ديزاين وبراءه الاختراع له فيها عند ابل. طاوله للكمبيوتر معموله بشكل انه تستوعب كل الانتاجات اللي طالعه من ابل بطريقه باي ديفولت، يعني الكيبورد بيركب على هالطاوله، كيبورد ابل بيركب بمحل له خصوصي، الشاشه، البرينتر او اي شيء ممكن يكون معمول من ابل بهالطاوله هيدي، فمعموله ديزاين لابل برودكتس. يعني الواحد بيعمل براءه اختراع
عن براءة اختراع وحدة يمكن بحياته أو اثنين ماكسيموم، هو من بعد ما ماته عم بكفي ببراءة الاختراع من بعد ما مات أخذ كمية، أخذ موافقة على كميات كبيرة من براءة الاختراع. بس هو اليوم فعليا إذا بدك أنا بقدر أقول لك إنه في عنده من فوق إذا ماني غلطان، إن شاء الله ما أكون غلطان ماني مذكر مزبوط، بس من فوق ال 270 براءة اختراع. واو، يعني بين pending وبين approved. بعد في يمكن ما حدا بيعرف. معقول كثير يعني. في النوم وين بعد بينكشوا؟ بخزانات ابل في كثير، في كثير امور بعد ما اصلا، في كثير تكنولوجي بعد ما نزلت، يعني في تكنولوجي قديمه ما بحياتها نزلت، انعمل لها ديزاين بس ما بحياتها كانت راحت للانتاج، وفي هلا كثير امور على الشلفز عندهم انعمل لها ديزاين وعم تتحضر، يا اما ممكن نشوفها على خط الانتاج يمكن ما نشوفها ابدا. حلو كثير. اوكي الله يرحمه يعني. شو فينا نقول غير هيك؟ انا بتعرف يعني انا كثير معلق فيه، وعلى كل حال بقولها للمشاهدين كمان على سياق الحديث، بس ما بدنا نفوت على، ما بدنا نضارب على غيضه، بس في فيلم جديد كمان عم يتحضر عن سيره حياه غير اللي نزل قبل. غير اللي نزل قبل اكيد يمكن بمتطور اكثر 100% ومتوسع اكثر وحيكون ادق اكثر فيت دي، لانه هيداك انا بحس ما عطاه حقه كثير ابدا ابدا. هذيك كان كثير سطحي مزبوط. بالمعنى مع ما بين هو مزبوط، ما بين هو مزبوط. هلا حنشوف يمكن بركي ما بعرف ان شاء الله. ان شاء الله ناخذ ثالث موضوع. ثالث موضوع بالأخير. هو البلاي ستيشن. 20 سنه على عمر البلاي ستيشن لكل الاشخاص اللي بيحبوا اللعبه هيدي. اليوم نحن 1994 كان اطلاق اول بلاي ستيشن اللي هي بلاي ستيشن 1. نحن اليوم بال 2014 عم نختم 2014 بعمر ال 20 سنه مع اطلاق البلاي ستيشن. كنا بال 2013 تم الاعلان عن بلاي ستيشن 4 يلي هي اخر 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 العنقود مثل ما بيقولوا بهال اكيد منه اخر واحد حيكون، بس انه هو اخر انتاج لالون او اخر ريليس. اول بلاي ستيشن شفناه بال 94، رجعنا شفنا البلاي ستيشن 2 بال 97، شفنا البلاي ستيشن 3، وهلا عم نشوف البلاي ستيشن 4. بهالعيله هيدي رولا في كمان اصدارات ثانيه مثل البلاي ستيشن بورتبل البي اس بي يعني كان اسمها، والبلاي ستيشن فيتا كمان اللي هي بورتبل، وغيرها من الاكسسوارز مثل الجويستيكس مثل الكاميراز مثل كل هالامور هيدي يلي نزلت واغنت هالعيله هيدي ب 20 سنه. اليوم الديفايس اللي موجود او الجيم كونسول اللي موجود بالسوق هو البلاي ستيشن 4 يلي هو ترجمه ل 20 سنه من الخبره بهالمجال هذا. انا حسيت حالي كثير كبير لما قريت هذا الخبر. يعني بالنسبه لي 20 سنه ما بيترجموا، فاكيد الفانز اللي بيحبوا سوني بلاي ستيشن اللي هن كتار طبعا اكيد. يعني ما اليوم نحن فعليا يعني يمكن بيت ايه بيطلع عندهم بلاي ستيشن. نحن اليوم فعليا السوق في بقلبه ثلاثه منافسين كبار، نينتندو سوني ومايكروسوفت، بس الحصة مقسومة أكبر شيء بين مايكروسوفت وسوني، أكس بوكس بلاي ستيشن. أنا من محبين نينتندو، أنا من عشاق نينتندو. يعني يعني أنا بس أسمع بس الرنة بس أسمع غنية من حيلا جيم من الألعاب الفينتج تبع نينتندو سوبر ماريو أو غيرها. بالنسبة لي أعصابي بترتاح عن يعني جد، لأنه برجع بتذكر الأيام اللي كنت ألعب فيها. أنا ماضيي كله كان بس عليهم يعني، مع أنه أنا أكبر منك ف ما بكتير بس. أوكي طيب حكي الحال حكي الحال كمان على سيرة التكنولوجي، لأنه كمان حكينا عن الفيلم سوري كمان بدي ضارب على غيضة، بس كمان فيلم في بقلبه كتير تكنولوجي اللي هو جيمس بوند مزبوط، اللي تم الاعلان عن النسخه 24 منه سبكتر. كمان في بقلبه كثير حسب ما كنت عم بعمل ريسيرش، في بقلبه كثير امور من تكنولوجي جديده ممكن نشوفها، ابتكارات جديده بس هو مش كل شيء فيك تصدق بجيمس بوند يعني سافا. بحاول قد ما في انه انا بضيع هاي مزبوطه مش بدي مزبوطه بدي انا بس انا بدي عبالي تكون موجوده بس انه اذا صارت موجوده بقول ما بعرف شو صار بالدنيا. بس انا جاي عبالي عبالك اكيد عبالك اول واحد صغيرين بجمعهم هدول الجادجتس تبع جيمس بوند انه او بالافلام يعني او صور او بالمجلات. ان شاء الله بتحقق حلمك ان شاء الله. الله رب. ميرسي لك عامر، وتوقف مع فاصل الاعلاني ومنكفي عالم الصباح.